قلصت إيران من وجودها العسكري في سوريا بعد ضربات إسرائيلية استهدفت عددا من قياديها العسكريين وفق ما أفاد مصدر مقرب من حزب الله اللبناني والمرصد السوري لحقوق الإنسان وفق وكالة الصحافة الفرنسية. المصدر ذاته أوضح أن المواقع التي أخلتها القوات الإيرانية هي ريف دمشق ودرعا والقنيطرة في جنوب البلاد خلال الأسابيع الماضية. وأفاد المرصد السوري أن عناصر من حزب الله وآخرين عراقيين حلوا مكان القوات الإيرانية في المناطق المذكورة. إذن مشاهدينا، كي لا تعيد الكرة مرة أخرى وتقع في الخطأ، وصلت إيران إلى نضج عسكري تعلمت منه أن تضع مصالحها في سوريا كأولوية. هذه القناعة بحسب مراقبين ترسخت لديها بعد الضربات الإسرائيلية الأخيرة. ومن هذا المنطلق ضغطت إيران على جرحها الحساس وقلصت وجودها العسكري في سوريا منسحبة من مواقعها في دمشق وريفها ودرعا والقنيطرة وصولا إلى الحدود مع الجولان المحتل. وحل مكان القوات الإيرانية مقاتلون من حزب الله وآخرون عراقيون، وبقي لطهران في دمشق مكتب تمثيلي فقط يتم عبره التواصل مع النظام السوري والميليشيات الموالية لها. ويبدو أن الحضور الإيراني بات أقل وضوحا في دمشق مع إغلاق مكاتب وإزالة صور ولافتات وأعلام كانت مرفوعة في العديد من الأحياء. خطوة الانسحاب هذه لجأت إليها إيران لحماية قادتها في سوريا، ذلك أن الهجوم الإسرائيلي الأخير على قنصليتها في دمشق أسفر عن مقتل أكبر مسؤول عسكري إيراني في سوريا. وإن كان قصف القنصلية سرع سحب قوات إيرانية من محافظات عدة في سوريا، فإن عملية تقليص الوجود العسكري بدأت منذ مطلع العام هذا، وبالتحديد عندما استهدفت غارة إسرائيلية مبنى في حي المزة في دمشق في شهر يناير وأدت إلى مقتل مسؤول استخبارات الحرس الثوري في سوريا ونائبه. وقدرت وكالة فرانس بريس أن حوالي 3000 مقاتل ومستشار عسكري من الحرس الثوري الإيراني ينتشرون في سوريا منذ سنوات النزاع الأولى، لكن تقارير أخرى تتحدث عن عشرات الآلاف من المقاتلين الموالين لإيران من سوريا ولبنان والعراق وأفغانستان وباكستان ينشطون في مختلف مناطق سوريا. وصل وفد عسكري إيراني رفيع المستوى قادما من العراق إلى مدينة البوكمال السورية شرق دير الزور حسب ما نقل إعلام سوري معارض. وعقد الوفد اجتماعا سريا مع قادة ميليشيات المدعومة من إيران، من ضمنهم قادة بالحشد الشعبي العراقي وحزب الله اللبناني وميليشيات سورية. في المقابل نرى زيادة كبيرة في النفقات العسكرية لإيران خلال العام المنصرم 2023، هذا ما خرج به تقرير لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، والذي أشار إلى أن النظام الإيراني أنفق أكثر من 10 مليارات دولار على مؤسساته العسكرية بزيادة قدرها 16% مما أنفقه العام الماضي. مبلغ 10 مليارات دولار الذي خصصته إيران لمؤسساتها العسكرية سجل نسبة 2.1%
1.1% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، ووفقا لتقرير معهد ستوكهولم فإن هذه تعد من النسب المرتفعة عالميا مقارنة بعدد من الدول الأوروبية والغربية الكبيرة. التقرير تطرق إلى أن الحرس الثوري وحده استحوذ على أكثر من 37% من حجم الإنفاق العسكري في إيران خلال العام المنصرم، مقارنة بالعام 2019 الذي استحوذ فيه على 27% من حجم الإنفاق العسكري الإيراني. معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام أوضح أنه بالرغم من تخصيص نصيب الأسد من حجم الإنفاق العسكري الإيراني لنفقات الحرس الثوري، لأنه الحرس الثوري لم يكتفي بذلك، فتوغل بعدد من القطاعات الاقتصادية والثقافية لزيادة مدخولاته وتسديد كلفة أسلحته ونفقته العسكرية. مراقبون أرجعوا زيادة هيمنة الحرس الثوري على المشهد الاقتصادي في إيران إلى ارتفاع كلفة دعمه لأذرعه في المنطقة، فهناك ميليشيات الحوثي في اليمن وميليشيا حزب الله بلبنان، فضلا عن عدد كبير من الفصائل الموالية لإيران في العراق وفي سوريا. هذا ويتوقع المراقبون أن تزيد إيران من إنفاقها العسكري خلال العام الجاري أسوة بعدد من دول العالم، خاصة مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط خلال الأشهر الأخيرة واحتمالية اتساع رقعة الحرب في غزة وتدخل أطراف إقليمية ودولية بها. سلام.